7 زيد بن عربية، 8 هشام الزاي، 9 اسكندر الحماير، 10 بشير حديدين، 11 شيمن الترابلسي، 12 عزيز الميلي، 20 مهدي سايح، 21 امين المغربي، 30 اسامة شبوح، 91 حسين الجندوبي، 99 فارس العشي، درب النادي الافريقي ماريو بالم. ميزابار بلاس باش يلعب لابيل اذا كان وصل في القاعه نتاعو، وليتوال بيان سور سي ماتش برستيج كما قلنا مالغري اللي هي ضمنت التروازيام بلاس. يلقى نعيم ذيفلا واول ثلاث نقاط من يونغ المحلول كما ايمن ترابلسي من الكورنر، ويجاوب ايمن ترابلسي. هادي سايح قدامه قدور مهدي سايح من 3 بوان وينجح مهدي سايح. بلسي بوست 3 ممتازه الباس والمروكي برا وتوصل الكره بشير حديدين من الكورنر ويعطي 3 بوان للنادي الافريقي. قويه من لي دوز ايكيب. نعيم ديفالا قدامه 4 ملاعبيه من الكروز وينجح ليه وترجع بوسيسيون للنادي الافريقي. حلول بشير حديدين مع يوسف قدور، بشير حديدين تحت المربع وينجح ينجح ويضر اول تومور في الماتش، اول تومور من باباستا دو بوليس. 16-9 وطارق الحماير من النجم الساحلي وان وان ان وان المهدي سايح قدام مازالوا زود ثواني يضرب البشير حديدين والروبو عند زياد بن عربيه. ممتاز زياد بن عربيه في الروبو وترجع مهدي سايح مروكي من 3 بوان وينجح امين المغربي ويعطي 3 بوان للنادي الافريقي. 21-10 مع نهايه البريمير كارتون. 21-10 للنادي الافريقي، مردود كبير اليوم من النادي الافريقي. ليتوال ما لقاش لي روبير نتاعو، لكن خليكم معنا كما شفتوا الماتش اللي فات المستير كانت عملت بريمير ميتون كاتاستروفيك قدام الكلوب وفي تروازيام كارتون رجعت وعملت 19 بوان والبريمير في البول هذه. بشير حديدين هيثم سعاده وينجح كارتون الاول والثاني وينجح مهدي سايح. الكره الحماير بايا درايف ممتازه هيثم هشام الزاهي وحده ما ينجحش والروبو عند البشير حديد اتاك بشير حديدين من 3 بوان وينجح وينجح مرة أخرى أيمن الترابلسي في قاعة الجورجاني ل 400 بلاس اللي أكوردي من الفيدراسيون للنادي الإفريقي اللي ساج يوتيليزي اليوم في جمهور قاعد يدز مع جمعيته. كما قلنا لكم معناتها في الديبيو تاع تروازيام تاع دوزيام كارت وياخذ الكره فارس العشي قدام براع وينجح فارس العشي عمل درايف هشام الزاهي من 3 بوان ثواني حمدي براع ينجح وينجح ممتازه ياسر من حمدي براع ممتازه ياسر من حمدي براع يجاوب هشام الزاهي وتوفى البريمير ميتون 43-25 النادي الافريقي يعمل بريك في البريمير ميتون. نشوفوا كيف باش يتعامل بابا سبادوس بوليس مع ال ٨٨ حمدي براع، ٩٠ يوسف قدور، ٩٨ هارون منصور نسيت لهنا يدخل المروكي تحت المربع وينجح بوست 3 مروكي يمشي هشام الزاهي ولان وان الحكام نشوفوا شو يقول نتاع الكره ولهنا ممتاز البلوك من فارس العشي ممتاز ياسر بلوك ما نشوفوش ياسر بالباسكت بول. مروكي قدامه هيثم سعاده
وينجح ينجح مروكي راح زياد باش يكونسيرفي الكره وما ينجحش اسامه شبوح كانت الاخرانيه من رسيل ادم ما نجحش فيها حب يعمل الدانك ما نجحش راه كونتر اتاك فقد توازن زياد بن عربيه رجع مع شبوح اللي مع البوزور ما les 5 titulaires disons اللي يبدا بهم ديما ماريو بالما كل كارتي تحت السله قدامه من الاخر ايمن الترابلسي يدخل ويربح 2 بوان البوسيسيون داتاك نتاعها ممتازه ياسر مره اخرى من فارس العشي زياد بن عربيه يدخل زياد ويزيد 2 بوان مع حمدي ابراهيم الكورنر يضرب من 3 بوان ما ينجحش وفارس العشي في الروبون فارس العشي في الروبون لهنا الكرة رسمت الاكرام من فارس العشي يدخل زياد بن عربيه وحده وانوان انوان لزياد بن عربيه الثانية وينجح في الثانية حمدي براع ترجع ايمن الترابلسي 70-49 وبريسك نهاية المقابلة برافو للي دو سيكيب برافو المردود مبروك للنادي الافريقي بون شونس للاتوال وبرافو لهم الزوز على الروندمون اللي عملوه برافو للجمهور برافو للناس كل اللي كانت موجودة اليوم وتمتعت معنا بماتش مزيان